كم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي ما تنسيش اشتركي فيها من الزرار الاحمر اللي تحت، تخليه لون رصاصي، وتفعلي زر الجرس على علامه الكل عشان يوصل لك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وكمان هسيب لك لينك الانستجرام بتاعي ولينك البيج التابع للقناه تحت في الديسكربشن بوكس. روحي اعملي لي لايك على البيج وكمان فولو على الانستجرام عشان تتابعوا اليوميات بتاعتي. وكمان اي بنوته عايزاني اعمل لها دعم للقناه بتاعتها وانزلها عندي على المنتدى تعمل لي 20 كومنت وانا هختار عشوائي تحت الفيديو ده. تمام، يلا بينا نبدا الفيديو. فيديو النهارده جميع مجموعات الشعر بتاعه البروتين اللي انا جربتها من اول ما عملت شعري بروتين. في بنات كتير قوي بتسالني انت بتعملي بروتين؟ بعمل، وكل سنه بروح اعمل الجذور بس يعني. تمام، وعملت فيديوهات كتير قوي عن الموضوع ده تقدروا تشوفوها في القناة عندي. اول مجموعة جربتها وهي مجموعة دي في. مجموعة دي في من اشهر مجموعات البروتين. اي بنوتة بتعمل بروتين اول حاجة بيقولها لها روحي هاتي دي في، ارخص مجموعة فيهم تقريبا واشهر مجموعة فيهم. المجموعة دي تقدري تجيبيها من زنقة الستات في المنشية، تقدري تجيبيها من اي محل بيبيع ميك اب، من اي مكان يعني هتلاقوها. مشهورة جدا واعتقد كل البنات يعني عارفاها. هي نو سلفات، نو صوديوم، نو بارابين، ما فيهاش اي مواد ضارة للشعر، ولكن ما فيهاش اي حاجة مفيدة للشعر. يعني انت بتستخدميها مش بتفيد الشعر، يعني مثلا مش بزبدة الشيا او مثلا فيها نوع من انواع الزيوت، هي مجموعة خالية من اي حاجة في الدنيا يعني. بصراحة الشامبو والكونديشنر بتوعها ما عجبونيش، بس الحمام كريم او الماسك بتاعهم تحفة. انا طبعا هسيب لكم الصور بتاعت مجموعة دي في هنا وهنا، والحمام الكريم بتاع دي في هسيبه لكم. الحمام الكريم ده انا كررته 3 مرات. عايزة اقول لكم ان انا وقفته ليه؟ لان شعري خد عليه فما بقاش ياخد منه الترطيب الكفاية، بقى زي قلته بالنسبة لشعري. بس انا هغيب كده شوية وارجع اشتري تاني. كان بيحافظ على ترطيب شعري، كان الترطيب بتاع شعري بيقعد باليومين وبالتلات ايام، مش محتاج اي حاجة وما كانش بيجف. فانا شكلي كده هرجع اجرب حمام كريم دي في تاني اجيبه يعني بعد ما اخلص لوفيا او كده. فدي كده كانت اول مجموعة بتاعت دي في. يبقى اللي استفدتوا منها كله الحمام كريم. جربوا الحمام كريم بتاع الشامبو والكونديشنر، لا ما انصحكوش بيهم، مش بيعملوا اي حاجة للشعر. تاني مجموعة وهي تريزمي. تريزمي ما جربتش يعني منها غير البلسم، عشان اكون صادقة معاكم، البلسم بتاع تريزمي تحفة جدا، من احلى انواع الكونديشنر اللي انت ممكن تستخدميها في حياتك اصلا. بيغذي الشعر، بيرطب الشعر، الترطيب بتاعه بيقعد 3 ايام. انا ما كنتش حاسه بقيمته وقتها، اول اسبوع استخدمته ما كانش بيديني الترطيب الكفايه، بعد كده مع الاستخدام مع الاستمرار لا لقيته فرق مع شعري ورطب لي شعري جدا. يعني بصوا انا شعري جاف من هنا كده، تحسوه دهني من تحت كده، تحسوه جاف جدا يعني، جاف جدا جدا جدا، فبحتاج ترطيب في الجزء ده اكتر. فتريزمي بصراحة كان بيغذي الشعر، بحس شعري كده طرية معايا وكانت لطيفة معايا قوي. تمام، يبقى تريزمي انصحكم بي وبشدة. انا هاخد لكم كده من كل مجموعة حاجة في اخر الفيديو، هقول لكم هما دول خلاص. تالت مجموعة هي مجموعة لوريال الفيف الموف. دي المجموعة الخاصة بالشعر المعالج بالبروتين والكرياتين. لوفيا كانت ريحتها حلوة قوي، لوريال معلش لوريال الموف كانت ريحتها حلوة قوي، لونها كده كان جميل. الشامبو بتاعها كان بينضف الشعر كويس، البلسم كان كويس برضو، حمام الكريم يعني كان لطيف. بصراحة المجموعة دي حلوة قوي، تعتبر لو قارنا بين كل المجموعات، مجموعة لوريال الفيف بتاع الشعر المعالج بالبروتين والكرياتين هي احلى مجموعة كاملة. يعني انا بقول لكم مجموعة دي في خدت منها الحمام الكريم، تريزمي، البلسم، لوريال الفيف، كل المجموعة حلوة قوي. المجموعة هتوها كده تحفة. بعد كده لوريال يعتبر من اوائل الحاجات اللي استخدمتها. تمام، بعد كده استخدمت مجموعة روسكا. مجموعة روسكا هسيب لكم برضو الصور بتاعتها هنا. ما جربتش حمام الكريم بتاعهم، لا ايه ده، ما جربتش ايه ده، انا مخلصه. بصوا
عشان سيد بس مجموعه روسكا الشامبو والكونديشنر. الشامبو حلو جدا بينظف الشعر كويس جدا, بيخلي كده فروه شعرك انها بتتنفس. كويس كويس الشامبو كويس كويس. اللي ما اعرفش مالي النهارده في حرف السين والشين منطش خالص, استحمله. الكونديشنر لا خالص, يعني ولا بيرطب الشعر ولا بيغذي الشعر ولا اصلا فارق مع الشعر, ولا كانك بتحطي حاجه, سائل كده شبه سائل مش كريمي, وشعرك جاف بيحتاج كونديشنر كريمي. فلا الكونديشنر بتاع روسكا ما عجبنيش خالص. حمام الكريم بتاع روسكا ما شاء الله عليه ولا فدني ولا ضرني ولا عمل حاجه, حاجه كده بتتحط على الشعر وتتشال وعادي تمام. اللي هو اوكي اوكي عارفين انت اللي هو الفيلم دي اوكي. ما عملش حاجه معايا بعد كل اللك والعجن اللي انا بقوله ده. اقول لكم ايه الخلاصه بقى تمام. تعالوا بقى, يعني المجموعه اللي انا بجربها حاليا هي مجموعه جي كي, طبعا مش الاصليه, الجي كي الاصلي غالي جدا. المجموعه دي اللي هي الكوبي, مش حتى هاي كوبي لا دي الكوبي بقى. الشامبو والكونديشنر بتوع جي كي كانوا ب 45 جنيه. هسيب لكم الصور برضو هنا, هو عند جو بس الكسل يا جماعه مميت. الشامبو بتاع جي كي حلو عادي 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 في المعادي خالص. يعني الكونديشنر بتاعهم يعني تقدر تقولي عادي. عارفين المجموعه دي اللي هي ولا فادتني ولا ضرتني, برضو تعتبر من الحاجات الموجوده اصلا في المنتجات. لو ما عادي خالص ما فادتنيش ولا ضرتني, هخلصها وكانها لم تكن اصلا. هنخلص عشان حرم نرميها وهي مليانة كده, بس ده مش اكتر, بنعمل معهم واجب يعني. احنا هنخلص بقى وخلاص, بس استحيل ارجع اشتري منها تاني. ايه الحاجات اللي ممكن اكررها وايه الحاجات اللي مش ممكن اكررها؟ اول حاجة في مجموعة دي في اللي ممكن اكرره تاني وهو حمام الكريم وانصحكم بيه. تاني حاجة اللي ممكن اكرره تاني وهو بلسم تيريزمي, وده اساسي ممكن اكرره تاني. مجموعة لوريال الفيفو دي المجموعة فعلا اللي انا عايزاها الايام الجاية, الحمام كريم بالبلسم بالشامبو هكررها تاني اكيد. مجموعة روسكا ولا الشامبو ولا الكونديشنر ولا الحمام كريم هجربهم تاني, لان الشامبو اكيد في اقوى منه بكتير. فانا اكرر حاجة اصلا ليه مش عجباني يعني مش هكررها. مجموعة جي كي مش هكررها تاني, اعتبروا روسكا وجي كي من المجموعات اللي هي ولا فادت ولا ضرت ولا عملت اي حاجة, ما حسيتش اي حاجة خالص يعني. فدي الحاجات اللي ممكن اكررها تاني ودي الحاجات اللي مش هكررها تاني. و بس كده ممكن تجيبوا كمان سيرم لوريال الفيف اللي هو برضو خاص بالبيوتي. بس كده حلوين, اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل فيديو جديد انا بقدمه بالقناه بتاعتي.